أحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين يوم القدس العالمي ونددوا بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها صفقة القرن. هذا وخرجت أيضا مسيرات في بغداد بمناسبة يوم القدس الذي يصادف هذا العام مع توتر شديد بين طهران وواشنطن. وتنظم المسيرات في الذكرى السنوية ليوم القدس الذي يحتفل به منذ عام 79 في إيران. يوم القدس في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى وفي كافة دول العالم تعبر عن رفض الشعوب لصفقة القرن التي يخطط لها ترامب والتي يريد من خلالها أن يصفي القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة، ولكن هناك رفض شعبي واسع وسيفشل هذه المؤامرة.